في تكرار لنهاء النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يلتقي فريق ريال مدريد حامل اللقب مع ضيفه بروسيا دورتموند في الجولة الثالثة من البطولة على ملعب سانتياغو برنابيو. وقبل 5 أشهر تمكن الريال بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من الفوز على بروسيا دورتموند بهدفين نظيفين في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت على ملعب ويمبلي، ولم يقدم الريال العروض المنتظرة منه في النسخة الجديدة من البطولة. فبعد أن فاز على شتوتغارت ب3 أهداف لهدف في الجولة الأولى، تلقى الريال أول هزيمة له في دوري الأبطال منذ مايو 2023 عندما خسر أمام ليل الفرنسي بهدف نظيف في مفاجأة كبيرة. وبعد أن حصد 3 نقاط فقط من أول جولتين، يحتل الريال المركز 17 بجدول ترتيب البطولة بشكلها الجديد التي تقام بمشاركة 36 فريقاً للمرة الأولى، فيما يدخل دورتموند المباراة بمعنويات مرتفعة، لا سيما أنه يتصدر جدول الترتيب بعدما حقق العلامة الكاملة في أول مباراتين بفوزه على كلوب بروج بثلاثية نظيفة وسلتيك ب7 أهداف مقابل هدف. ولو تمكن دورتموند من إظهار الشراسة نفسها التي أظهرها في مباراة سلتيك، قد يتمكن من تحقيق الفوز على الريال في عقر داره والثأر من هزيمته في نهائي النسخة الأخيرة من المسابقة. وفي مباراة أخرى يسعى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لاستعادة توازنه في البطولة عندما يواجه فريق أيندهوفن الهولندي، وذلك بعد خسارة الفريق الفرنسي في الجولة الماضية أمام أرسنال بهدفين نظيفين، ويطمح للفوز لإضافة 3 نقاط أخرى لرصيده بعد فوزه في الجولة الأولى على جيرونا الإسباني بهدف نظيف. في المقابل سيبحث فريق أيندهوفن عن تحقيق أول انتصار له بعد خسارته أمام يوفنتوس وتعادله في الجولة الماضية مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي بهدف لكل فريق.